وفي أخبارنا وتعقيبا على الموقف الأمريكي من تطورات الأحداث في سوريا ورد فعل الجالية العربية والسورية في أمريكا، التقت مراسلتنا في الولايات المتحدة السفيرة السورية في واشنطن عماد مصطفى وسألته عن طبيعة المواقف الأمريكية وردود الفعل عليها. الدولة الأمريكية بكل قدراتها وكل قواها تضع نصب عينيها محاولة النيل من سوريا ومن قيادة سوريا ومن رئيس سوريا. تأتي الجالية من كل الولايات من أماكن مختلفة وتحتشد أمام البيت الأبيض لتقول للرئيس القاطن في البيت الأبيض ما تقوم به مرفوض تماما من الشعب السوري. وأعتقد أنه هذه أفضل رسالة على الإطلاق يمكن توجيهها للرئيس أوباما ولإدارته. لستم أنتم من تقرروا شرعية أو عدم شرعية أي قائد في أي مكان في العالم، بل شعبه هو الذي يقرر. نحن في هذا البلد نعلم ما الذي يحدث في بلادنا ونعلم ما هي القوى التي تستهدف سوريا. وأنت رأيتي كيف جاءوا كلهم رجال ونساء حتى مع أطفالهم، جاءوا ليقولوا كلمة واحدة فقط لا غير لأوباما، وهي ارفع يدك ويد إدارتك عن بلدنا. سعادة السفير، كيف بتوصف وضعك اليوم، تعاملك مع الدبلوماسيين الغربيين بواشنطن، وشو نوع الضغوط اللي عم تمارس عليك بهالوقت بالذات؟ أهم شيء على الإطلاق أن يدرك الإنسان ما الذي يحصل ولماذا يحصل، يعني لماذا هذا يحصل. أنا إدراكي أن سوريا أصلا هي المستهدفة الأولى على الإطلاق، هي رقم واحد، الجائزة الكبرى التي ترغب الدول الخاضعة للتحالف الأمريكي الإسرائيلي الحصول عليها. وإذا كنا نتحدث عن ثورات في أماكن ما من الوطن العربي، فبالنسبة لهم سوريا هي الثورة المضادة التي يرغبون بتحقيقها. عندما ندرك لماذا سوريا هي مستهدفة ولماذا سيحشدون كل ما لديهم من إمكانات إعلامية ومادية وسياسية ودبلوماسية بغرض النيل من سوريا التي كانت دائما شوكة في جنوبهم المفتاح الصعب في معادلتهم لمنطقتنا، وهي معادلة لن تستطيع أبدا أن تنجح. عندها ندرك سر الهجمة العنيفة والشرسة والتي لم مثيل لها على الإطلاق ضد سوريا، وأيضا ندرك لماذا لم نتأثر كثيرا أمام هذه الهجمة. كونك عايش بقلب عاصمة القرارات بواشنطن، هل أنت قلق على مستقبل سوريا؟ كلا، أنا لست قلق على الإطلاق، أنا منزعج لما يحدث في سوريا الآن، والانزعاج غير القلق. الانزعاج أنك لا تريد لوطنك الذي تحبه والذي نشأت وترعرعت فيه أن تجد عصابات من المجرمين ومن الذين يريدون استغلال مطالب مشروعة للشعب السوري في إصلاح وفي تقدم إلى الأمام، أن تصبح سوريا عرضة لمؤامراتهم وإجرامهم. فأنا منزعج. أما القلق فالقلق يتعلق عادة باحتمالات المستقبل. أنا متأكد أن سوريا ستستعيد تلاحمها الوطني، استقرارها، هدوءها، وستواصل المضي قدما بطريق إصلاحات أعتقد أنه غير مسبوق في تاريخ سوريا المعاصر. بظل ما يجري اليوم على الأرض في سوريا، هل طلب منك أو سئلت لتقديم شهادة قدام الكونغرس كونك سفير سوريا في واشنطن لتقييم الوضع في سوريا ولتحدثهم عن ما يحدث في بلدك؟ أتصل بأعضاء الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ بمن توجد لديه على الأقل استعداد للإصغاء وتوازن الحد الأدنى من التوازن والمنطق، وأشرح لهم ما يجري في سوريا. أجد من بعضهم قبول، أجد من بعضهم الآخر رفض تام حتى للاستماع. هذا منطقي، كما تعرفين هناك تجييش وتحريض إعلامي هائل جدا ضد سوريا، ولكن أنا لا أعتقد أن الأمور ستحسم هنا في الكونغرس الأمريكي الذي هو الوجه الآخر للكنيسة الإسرائيل. الأمور تحسم في وطننا من قبل شعبنا وعلى أرضنا. المعركة هناك، وعندما تنتصر سوريا فلن نهتم كثيرا بما سيقوم به الكنيسة الأمريكي بنسخته المسمى الكونغرس الأمريكي. أنا لا أعتقد أنني قلق، لا من أن يتطور الوضع في سوريا نحو الأسوأ، يسير نحو الأسوأ، ولا حتى أن يتجاوز البلد. أنا أعتقد وبشكل
قوي وواضح لدي أن الشعب السوري بوعيه وبفهمه لطبيعة ما يجري الآن في سوريا وبالتلاحم مع جيشه ومع قيادته سيتجاوز هذه الأزمة. المنطقة بحاجة إلى سوريا قوية ومتماسكة، مواقف سوريا تجاه القضية الفلسطينية، تجاه غزو واحتلال العراق، تجاه لبنان، تجاه مجمل القضايا التي تمس مستقبل ووجودنا كأمة، هو دور بالغ الأهمية، ولا يمكن إطلاقا للمنطقة أن تسير باتجاه الأهداف التي نريدها كشعب وكأمة وكأناس لدينا حقوق دون أن تكون سوريا في طليعة العاملين من أجل تحقيق هذه الأهداف.